لها إلا محب زايد أساسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب مشاهدينا الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلاء الاتحاد، البرنامج الذي عودكم على استضافة الشخصيات الأبرز والأنجح داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. معنا اليوم السيد سيد عزيز من إمارة دبي ليقدم لنا شركة أريبيان تايم للخدمات المعاملات. أهلا بك سيد الكريم. يا مرحبا. أهلا والله. بداية لو تعرفنا عن شخصك، تعرفنا عن كم سنوات لك هنا في دولة الإمارات؟ السلام عليكم، أنا اسمي سيد عزير شاه بن السيد إقبال شاه، أنا من باكستان. أنا أول مرة داخل الإمارات يجي 1996 مع بابا ملانا، كان صغير يعني، ونحن في العين زمان هذا يعني. وبعدين أنا سوا بابا و2001 أنا يأخذ رخصة من بداية يعني أوكي. وبعد الرخصة أنا في سواق في واحد دخل بيت في العين يعني، ولين 2001 دخل بيت أنا أشتغل. بعد هذا أنا انتقل إلى في واحد شركة هو نفسه في العين يعني، اسم الشركة الدرمكي للتحديات والزرعية ومع سواق يعني. وبعد هذا كده أشتغل في المناطق في داخل دولة إمارات، العين، أبو ظبي، وفي الليوة. وبعد من هناك أنا انتقل 2007 إلى دبي. وبعد ما طلع في دبي 3 سنوات أنا أشتغل ليل ونهار تاكسي دبي لين 2010. بعد 2010 الحمد لله رب العالمين أنا يسوي هذا الشغل مالي أنا مال بيزنس أريبيان تايم لتخليص المعاملات مال فيزا. والحمد لله يعني من أول 3-4 سنة لين 2015 يعني كان يعني ربح زين يعني الحمد لله ونجح زين يعني. سيد لو نتحدث قليلا عن البداية في المشروع الخاص، يعني مثل ما خبرتنا أنه كنت تشتغل مع الوالد، كان قطاع ثاني، نوع شغل ثاني، بعدين قررت أنه تشتغل لحالك وتختار قطاع الخدمات المعاملات وتخليص المعاملات. ليش اخترت هذا القطاع بالذات؟ هذا القطاع أنا اخترت عشان في خبرة يعني. يو كان أنا في اشتغل المشروع مثلاً من بداية في مختلفة، أنا عندي خبرة من هذا يعني من الفيزا لتخليص المعاملات، وأنا عندي مثلاً علاقات مع القنصليات ومع السفارات. أنا اخترت هذا يعني أنا يعرف هذا شغل يعني. وبعد عشان يعني كل واحد لما يعني مثلا انا اخترت هذا يعني بزنس يعني، لما انا يقول انا بعد ما اخلص من جوب يعني مثلا اخر جوب مالي انا مال شغل تاكسي يعني، لما انا خلص 2010 بعدين انا يفكر يعني انا يسوي واحد بزنس مثلا، يفكر شو يعني عندي في خبرة من المطاعم بعد، لكن اخترت هذا يعني. لكن أي شغل ناجح من الأول بيكون فيه شوية صعوبات أو بتكون أي صح خايف أكيد من يعني الفشل، كيف صار معك من الأول؟ من أول إيه، من أول يعني فتحت يجي يعني أول لما أنا خلصت من جوب يجي شغل بيزنس صعب جدا يعني، معلوم كيف يعني مع زبون مع علاقات مع شركات. لكن الحمد لله كان يعني أنا من زمان هنا ساكن، والحمد لله يعني ما في علاقات مع الناس، وشغل مالي أنا هذا يعني خلال سنوات يجي يعني ربح كثير والحمد لله كويس يعني جدا يعني. كمان ما فينا ننكر سيدي أنه كمان المجال أو المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار وبعث مشاريع، الدولة بتساعد وتساهم من جميع النواحي لتساعد الشباب على الاستثمار في الدولة. لو نتكلم قليلا عن هذه التسهيلات اللي تقدمها حكومة الإمارات، الدولة وكل هياكلها للمساعدة في موضوع الاستثمار. دولة الإمارات الحمد لله سهل يعني، مثلاً يفتح واحد يفتح مشروع أو بيزنس، حتى يعني
تسوي اجلس في البيت تفتح مثلا اسوي كل شيء اونلاين، ومثلا او سير انت مثلا المكاتب في ما تحصيل ومعاملات ورخص تحصيل والامر. يعني الحمد لله سهل جدا يعني، واجد سهل يعني، مو مشكله صعب ما في يعني. هذه اللي الدوله تساعد، والحمد لله الدوله يعني اي مكان يعني مثلا انت يريد يفتح بزنس دبي العين واي بزنس يعني، مثلا في جماعه من جماعنا يعني نحن عنده في بزنس هنا مطاعم حتى في ابو ظبي العين دبي، وكله يعني سهل يعني، كل واحد عندي شيء خبر وسوي هذا الحمد لله سهل، وفي بعد ربح وفي نجح يعني الحمد لله. أكيد هذا نظرا كمان مناخ الإمارات بلد آمن، بلد إيه الحمد الشعب لله الحمد لله الحمد طبعًا. لله إيه يعني أمن يعني، نحن ساكن من 26-27 سنة الحمد لله يعني. هذا شجعك على الاستقرار بالعائلة وكل تكون إيه الحمد يعني لله الحمد لله إيه. تمام نتحدث شوية سيد الكريم عن المشاريع المستقبلية للمكتب. بنعرف انه عندكم 3 فروع، ولكن اكيد دائما النجاح بيكون في وراه نجاح ثاني وفي تخطيط للسنوات القادمة. شو مخططاتكم لشركة أريبيان تايم؟ يعني بيفتح ان شاء الله في الفجيرة في راس الخيمة، يريد وزع يعني، والحمد لله في يعني اسم الشركة فتح مالي فروع أنا. جديدة اي فرع جديدة من أريبيان تايم، أريبيان تايم للتخليص المعاملات والخدمات، انه في يعني فكر ان شاء الله بوسع كل الامارات يعني، الفجيره، راس الخيمه، العين، ابو ظبي، ان شاء الله يعني بالمستقبل في اراده يعني. اكيد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح لشركه أريبيان تايم والخدمات المعاملات. منافسه كثيره هنا في الامارات، كثير شركات خدمات وتخليص معاملات، شو اللي بيخلي شركه أريبيان مميزه وتنجح اكثر؟ اي يعني انجاز بالمعاملات، ونحن مثلا في سرعة يخلص، في مثلا ناس ماي كوليك يشتغل معنا مثلا تيم، كل تيم اي مثلا هو في سرعة شغل يخلص الحمد لله اذا واحد ياتي، وبعد عندنا مثلا في داخل دبي موجود تواصل يعني، مثلا يصير بيت ياخذ معامله من واحد يجيب وخلص هنا، ما حد يعني يحتاج يجي يعني، سهلوا على الاشخاص يعني اللي يتعاملوا معكم. اي نعم الحمد لله سهل يعني. اكيد هذا بيساعد كل الاشخاص انه تتوجه لشركه أريبيان تايم، لانه بتلاقي ليونه ومرونه في التعامل، بتروحوا له مع البيت بتاخذوا حتى الاوراق. نعم مشان ما نعم يعني حتى واحد ويجي مرتاح يعني في البيت. والحين الحمد لله تعرف يعني زمان قول 50% ويمكن 70% كله معمل على الواتساب يعني موبايل يعني، حد يطرش كل شيء بالموبايل، نحن نسوي أونلاين والحمد لله خلص سرعة شغل يعني. أكيد هذا شيء خلينا نتمنى لكم كل نجاح وتوفيق سيد الكريم. في كثير شباب رح يتفرجوا على حلقتنا وعلى برنامجنا اللي بيستضيف الشخصيات الناجحة بالإمارات واللي استثمرت وعملت مشاريع الخاصة بدولة الإمارات. لو تعطينا رسالة أو مسج لهالشباب اللي بيفكروا بفكرة مشروع خاص وخايفين، بخاف أحيانا من الفشل، بخاف أنه يعني ما يصير مشروعه ناجح جدا، من تجربتك الخاصة أكيد، شو بتنصح هذا الشباب؟ والله انا اخبر حق الشباب يعني، بالنسبه انا يعني انا اذا يجي اول هنا داخل دوله الامارات، اول شيء امانه، اذا انت خلي اشتغل او بزنس يعني، اذا انت اشتغل مثلا في مكان انت لازم في دوام يعني، اول شيء انت احترام الدوام اللي انت يصير مثلا 5 دقيقه قبل. انا نفس الشيء يعني، اذا انا اشتغل اول في مثلا قبل بزنس يعني، حتى بزنس ياتي اكثر وقت يعني، اكثر وقت وبزنس سهل يعني، لكن اول شيء يعني اذا مثلا حق الشباب يعني امانه يعني، امانه مع الشغل، امانه مع الدوام يعني، اذا في احترام الوقت، احترام الوقت والدوام، والله سبحانه وتعالى على كل واحد ينجح يعني ان شاء الله. مثلنا احنا الحمد لله يعني الحين كان في شغل في مختلفه انواع، والحمد لله الحين في شغل مالي انا خاص يعني موجود بزنس،
هذا كله من الله سبحانه وتعالى، نحمد الله أكيد. على الحال هذا الحمد لله رب العالمين. أكيد. في نهاية حلقتنا حابين من عند حضرتك كلمة لشيوخ وقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، نشكرون على هذه الدولة الكريمة يلي عطتنا الفرصة للاستثمار، فرصة للنجاح والتحقيق المشاريع في دولة الإمارات. شكرا لشيوخ دولة الإمارات على نعمة والأمن والأمانة، ونشكرهم على إتاحة على الاستثمار على الأرض الطيبة. شكرا سيدي الكريم، شكرا على هذه الاستضافة اليوم من إمارة دبي مع شركة أريبيان تايم لخدمات المعاملة، شكرا جزيلا. الله يبارك.